ده نظام ارحمه ارحموا عزيزة قوم زل واقف على النص يا برنس واقف في شموخ راسك فوق ايوه زي البرنسات كده لفوق وريني ومادد ايدك مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة انا اقول لك كده مادد ايدك كده وثق هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطهم يقولوا ده ابن ناس ده من عيلة ده متعصل وبدل ما يدولك شلن هيدولك عشرة براو عليك يا استاذ براو عليك احنا عندنا هجز كبير قوي الاماكن الشيك قال ايه وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكن يعني شحات بيشحت من شحات انا عمري ما شفت شحات لابس كده ما تقطعوني الزاكيتة دي اخرس خالص اكرهك لو اتكلمت فاهم ولا مش فاهم طيب انت تتكلم خالص طيب حاضر طيب طب اقول لله يا محسنين انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي نعم جايب تغني انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين مين عبد كفته خالص مش حاضر اتكلم خالص راسك اللي فوق برنس ايدك قدام لا يخرب بيت ابو اللي زعلك الهي ربنا يكرمك الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم الهي يا رب اهلا اهلا الهي ربنا يكرمك يا شيخ الهي ربنا يكرمك الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون البس النظارة وقف مكانك الجنيه طار يا خليل مالكش دعوة طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا الهي ربنا يكرمكم الهي يا سيدي الجنيه اهو وادي ابن حرام ايه الموضوع يا خليل ومين الهلف دي وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوة انت شوف شغلك بلاش لماضة مفيش اثناء العمل بوس الهي يا رب ربنا يكرمكم الهي يا رب ما تجيب حاجة مش شايفاني عاجز ما تجيب حاجة لله الهي ربنا يكرمكم ناقص 3 جنيه 75 قرش انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه انت عملت النهاردة 28 جنيه و16 قرش الله وعرفتوا ازاي اطلع بالباقي ايه اطلع بالباقي ده انتوا ولاد جنية احنا الاولاد جنيه عامل 28 جنيه و16 قرش 28 جنيه و16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصيه ده سكسيه البركه في النضاره انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها ايه ايوه احنا بناخدها انت قاعد عبيط ولا بتستعبط الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة روح امك احنا ورانا مصاريف جامدة اوي ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز انت بتتكلف مصاريفك كتير اوي ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك عندك مصاريف شخصية وخلافه نهاية الهول انت هنا عبد المأمور تلعب كده ولا كده هتروح في الفاسكونيا تاخد لك ده بس لا اتعش عشو بقولك ايه على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر احنا ناس حقانية منحبش تاكل حق حد ابدا خدهم قد كده على قلبك
تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصر. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. تلاتة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ الاما اقرع ونزهه صحيح. لا 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 لا، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو قصدي الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شيب عشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهديت ده باين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا. انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص ده ميعادنا هنا بكره. طيب بعيدة بقى. وانت من اهل؟ ايوه.
انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادلين؟ ايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمده عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجه. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم. عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومة ما تسول. حكومة؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي بره من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسول. ده بينها جد. يا خليل يا غبي يا هموش. خش قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه الحملات؟ امال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. ده غيظني ان ده موسم. موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم مالهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم.
زي ما تكون ايه؟ بني ادم. قال امال انت ايه يا ولا جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. صرمه. ايه؟ صرمه، اسمي صرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ده بنخاف نصرف. ده نصحت بحق وحقيقي. قال وخايفين من ايه؟ ما كلها شحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا نعيش مرتين. مش كده؟ حسبهم لمين يا عباد؟ صارمة. ايه؟ صارمة. حسبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها موش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب، طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسة؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب